بنتكلم على بيتكلموا في استثمارات تصل ل 1.5 مليار دولار، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية قد تصل ل 5 مليار دولار. أنواع الاستثمارات دي بتبقى شكلها إزاي؟ سؤال جيد. الحجم الاستثمارات ديت يمكن كان من اللقاء اللي كان ما بين رئيس شركة تي بي مع رئيس دولة المصرية في أغسطس 2023. أيوة. كان هناك تحديد لحجم الاستثمارات وقطع امتياز جديدة للشركة البريطانية لبداية عملية البحث والتنقيب وعملية التنمية والتطوير في مناطق المياه الاقتصادية المياه الإقليمية في منطقة المتوسط. أيوة. في الإضافة إلى استثمارات في منطقة الدلتا بأيضا الإضافة إلى نوع من الاستثمار في الأدريكين الأخضر. أيوة. لكن ده الجديد في الموضوع إن هناك التزام لجنة قومية وطنية لدى الدولة المصرية على إنتاج الهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة يمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء وكوقود أيضا أخضر من إنتاج غاز الأمونيا المصاحب للغاز الطبيعي في الإنتاج. يبقى إحنا بنتكلم في استهداف استثمارات بخمسة مليار، مش كده؟ في المجالات اللي حضرتك قلت فيها. تمام. طيب هاخدك في سؤال. اتفضل. حجم الاستثمارات ده بيشمل ثلاث مراحل. المرحلة الأولانية 1.3 مليار فيما يخص عملية البحث والتنقيب في منطقة شمال المتوسط. لسه مش عارفين ده إمتى، مش كده يا دكتور جمال؟ لا لا، شركة تي بي شغالة حاليا دلوقتي عندها. لا بتكلم على لو اكتشافات جديدة. أنا بكلمك على كده، هم في خلال 24 هم عندهم خطة لعملية البحث والتنقيب في منطقة شمال غرب المتوسط. أيوه تمام. دي أول مرحلة في حضرتك قلت لي اشتغلوا على ثلاث مرات. المرحلة الثانية وهو الجزء اللي بيخص استراتيجية الدولة المصرية البترو استراتيجية. أيوة. وهي عملية التحول للطاقي من المرحلة لتقليل الانبعاثات الكربونية، فلديهم مشروعات لتقليل الانبعاثات الكربونية المنتجة من الغاز ومن إنتاج النفط نفسه، وبالتالي البي بي لديها مبادرة لمشروع لتقليل هذه الانبعاثات تماشيا مع السياسه العالميه. أيوة. فيما تم الالتزام منه في كاب 27 وكاب 26 اللي عقد في شرم الشيخ. تمام. النقطه الثالثه وهو أيوة. عمليه تصنيع الهيدروجين الاخضر، وفي نوعيتين من هذا التصنيع، اما من التصنيع المباشر من الغاز الطبيعي لتحويل الغاز امونيا سائل بضغط بانشاء مصانع يتم انتاج غاز الامونيا السائل، وده برضه نوع من الجيل الثالث لتحويل الغاز الامونيا من الحاله الغازيه الى الحاله السائله وانتاجه وعمليه نقله، لان ده يمكن لسه حديثا منذ اكثر من سنتين، منذ حوالي سنتين بالضبط تم الوصول الى طريقه عالميه لعمليه نقل الهيدروجين السائل بدل الامونيا السائله. أيوة. عشان يتم استخدام الهيدروجين ونقله وبيعه في السوق العالميه. ده هو النقطه اللي انا جاي لك فيها، هو المهم. ايوه. السائل سوف يكون له سوق عالمي في 2025. هذا السوق سوف يشمل دول كثيره، سوف تكون مصر احد هذه الدول. ده احنا بنتكلم كده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مستقبلا، يعني ده اللي بيحصل التخطيط ليه عشان نصل لده مستقبلا. 2024 2025 2025. لا انا بتكلم على ان انت تبقى كمصر بقت محور في هذا المجال مهم ده علشان يستمر مستقبلا كبدايه من 24 25، مش كده برضو انا فهمت صح؟ تمام. طيب دكتور جمال هاخدك في سؤال شويه هو متخصص لكن شويه دخله فايده او قيمه مضافه اقتصاديه. هل عندك رؤيه او عندك وجهه نظر ايه تاني ممكن نشتغل عليه في مصر ممكن يبقى مصدر دخل من خلال هذه القطاعات؟ خليني اقول لك، يعني انا القياده السياسيه يمكن اريا ما يحدث في العالم جيدا. يعني ايوه عايز اقول لك القياده السياسيه لديها مستشارين عندهم من الفيجن او المنظور العريض، لهم رؤيه واضحه ان المستقبل القريب لابد ان يكون الاقتصاد المصري محصن ومرن. أيوة. فيما يخص الطاقه بالذات. تمام. وهرجع تاني واركز ان الاقتصاديات العالميه للدول الكبرى عشان وصلت لأن تكون دولة قوية عملاقة
كانت لابد لهذه الدول ان هي اللي بدايه سؤالي في الاول قلت لك ان العالم كله 27 شركه عالميه. 27 شركه عالميه دولت 70% منهم شركات تنتمي لدول. دول ليست لديها مصادر للطاقه في اراضيها ولكن خصصت من موازنتها جزء لهذه الشركات وبادرت هذه الشركات في الاستراتيجيه لخريطه البترول والغاز على مستوى العالم مما جعل هذه الشركات هي تمثل سياسات دول لتامين اقتصادها. مثال على كده النرويج، مثال على كده هولندا، مثال على كده ايطاليا، مثال على كده فرنسا، انجلترا، امريكا. كل هذه الشركات كانت لابد عشان تبقى دولها دول اقتصاديه صناعيه عملاقه كانت لازم تستثمر فيما يخص خارج اراضيها لان ليست لديها مصادر للطاقه داخل اراضيها. هذه نقطه. النقطه الثانيه ان هذه الدول لجأت لان يكون لديها تنوعيه مصادر الطاقه. ايوه. طيب هل الدول ديت لما نوعت مصادر الطاقه بتاعتها مش محتاجه اموال ومحتاجه تمويل؟ هي فعلا خلت الشركات بتاعتها العالميه ديت يحصل فيها نوعيه من مزيج الطاقه. تمام. وقف عند مزيج الطاقه ديت وهي عباره عن معادله تحمل الاقتصاديات العالميه تشملها خمس اساسيات. نعم. الجزء الاول بتاعها هو الحصول على الزيت الخام بنسب من 18 ل 20%. تمام. ثم الحصول على الغاز الطبيعي بنسب من 30 ل 32%. ايوه. ثم الحصول على الطاقه النوويه لانتاج الكهرباء بنسب ما بين 9 ل 13%. نعم. ثم الحصول على الطاقه الكهرومائيه لانتاج الكهرباء بنسب من 9 ل 11%، ثم الطاقه الحيويه بنسب تتفوق. ودي الخمسه والاخير. فبالتالي هذا بقى المزيج نجحت فيه الدوله المصريه. تمام. وبجدار. يعني تمام. اقول اهو الدوله المصريه خلال السبع ثمان سنوات اللي فاتت. نعم. خلت دولة مصر لا تعتمد اعتماد مباشر على انتاج الكهرباء بنسبة 97% على المصادر البترولية.